حقق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حقق إنجازا جديدا في سباق الترايثلون بعد أن تمكن من تحطيم زمنه السابق وتسجيل رقم جديد، إذ استطاع سموه إنهاء تحدي الكناري بزمن قدره 4 ساعات و57 دقيقة، وذلك في السباق الذي أقيم في جزر الكناري الإسبانية بتنظيم من شركة تشالنج وبمشاركة 500 لاعب من مختلف دول العالم. وبهذه المناسبة عرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن خالص تقديره واعتزازه بمتابعة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمشاركة سموه وأعضاء فريق البحرين للترايثلون في تحدي الكناري، الأمر الذي ساهم في بث روح الحماس لدى سموه وأعضاء الفريق من أجل إنهاء السباق وتحقيق إنجاز مشرف يرتقي لتطلعات جلالته، مؤكدا أن الإنجاز الذي حققه لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللامحدود الذي يتلقاه من لدن جلالته حفظه الله ورعاه، فهو الراعي والداعم الأول لكافة الرياضيين في مملكة البحرين. وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد تلقى مع نهاية السباق تهنئة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وذلك بمناسبة تسجيل سموه لزمن جديد وإنهائه السباق في مركز متقدم. وحقق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المركز الثالث في البطولة بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 113 كيلومتر في زمن قدره 4 ساعات و57 دقيقة. وعبر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن بالغ سعادته بالمشاركة الناجحة والنتائج الإيجابية والمشرفة التي حققها فريق البحرين للترايثلون في سباق الترايثلون تحدي الكناري أولى المشاركات الأوروبية، إذ عكست تلك النتائج الاستعدادات العالية والمميزة للفريق والذين أظهروا لياقة وقوة بدنية عالية. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن أعضاء الفريق أظهروا روحا عالية وجاهزية بدنية وفنية مميزة لإنهاء كافة مراحل السباق رغم ما يعتريه من صعوبة كبيرة، إذ امتاز السباق بعدد من المرتفعات والمنحدرات الحادة والطرق الضيقة والتي صعبت المهمة على المشاركين، إلا أننا استعدينا بشكل جيد ووضعنا في حسابنا تلك الأمور وبفضل وتوفيق من الله استطعنا تجاوزها وإنهاء السباق بنتيجة طيبة ترتقي لطموحاتنا في أولى المشاركات الأوروبية. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن السباق شهد منافسة قوية جدا بين المشاركين، خاصة أنه يضم نخبة من أبرز لاعبين العالم في هذه الرياضة والذين يمتلكون قوة ولياقة بدنية عالية، إلا أن الخبرة الواسعة التي اكتسبها أعضاء فريق البحرين للترايثلون من خلال مشاركاتهم في أقوى محافل وسباقات الترايثلون الدولية مكنتهم من تحقيق النتائج الطيبة والمرجوة والتي تساهم في تعزيز اسم مملكة البحرين على خارطة رياضة الترايثلون. يذكر أن سباق تحدي الكناري يعد من بين السباقات الأقوى في القارة الأوروبية، إذ يبدأ السباق الذي يتكون من 3 مراحل باجتياز مسافة 1.9 كيلومتر سباحة، يليه سباق الدرجات الهوائية لمسافة 90 كيلومتر، ويختتم بسباق الجري مسافة 21.1 كيلومتر. شكر والحمد لله اللي عطانا على قد مجهودنا، عدينا أعداد طيب وكنا جاهزين مثل ما وعدنا، الحمد لله ما خيبنا حضورنا، ما خيبنا اسم ديرتنا اللي جينا هني لأقصى الغرب ونمثلها. أجواء كانت صعبة جدا، التضاريس أصعب يعني السباقات اللي مرينا فيها، حاولنا أن احنا نضغط، الحمد لله مشينا على الخطة المطلوبة والأداء الحمد لله كان مثل ما بغيت والله الحمد. طول العمر حرارة الجو، وجود الجمهور، وجود الناس هذين كلهم كان لهم تأثير أعتقد على سير السباق يعني. طبعا، بس احنا أكون صريح معاك ما أذكر أي شيء، كنا مركزين لأبعد الحدود على الأداء وعلى الأرقام وعلى المنافسة ومن هو اللي أمام ومن هو اللي في الخلف.